ولعل واحدة من التجارب التي نشعر دائما إزاءها بالفخر هي المبادرة الرئاسية المصرية، حملة 100 مليون صحة لعلاج 100 مليون مصري من واحد من أخطر وكان أشرس الأمراض اللي كانت بتواجه المجتمع المصري، ولكن الحمد لله قدرنا في خلال شهور بسيطة إن احنا نعالج الملايين ويتم مسح الملايين من أبناء الشعب المصري للتأكد من سلامتهم وعلاج من يثبت أنه هو مريض لا قدر الله بفيروس سي. ملايين الحمد لله تلقت العلاج، أعتقد وصلنا لأكثر من 35 مليون. دكتور هلا زايد. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، السادة الحضور، الحقيقة يا عمرو الإجابة على سؤالك، إحنا النهاردة بدأنا المليون الـ 42 ما شاء الله للشباب أو المواطنين. أنا فاتني ثلاثة أيام بس، أنا فاتني ثلاثة أيام فقفزنا من 35 لـ 42 وكل يوم بنزيد ما شاء الله. بيتم كشف أكثر من 500 لـ 600 ألف مواطن. الحقيقة النهاردة الكلمة النهاردة يعني فيها معنى ما بين ودمج ما بين البحث العلمي والتكنولوجيا والرعاية الصحية وما بين الشباب. وليه الشباب؟ لأن أنا كل اللي أنا هتكلم عليه النهاردة هي مش أحلام، هي واقع نتشارك فيه ونقدمه لبلدنا ونقدمه لقارة أفريقيا بكل فخر بإيد شباب مصر اللي معظمهم عندنا في وزارة الصحة خريجين البرنامج الرئاسي. العلاقة بين البحث العلمي والخدمات الصحية هي علاقة متصلة ومستمرة، لأن احنا بنحدد احتياجاتنا ونبني قواعد البيانات بتاعتنا ونقدر زي في حملة 100 مليون صحة ان احنا نحلل هذه البيانات ونطلع منها حلول وخطط نقدر نحسن بها الخدمة الصحية، وبعد ما نقدم هذه الخطط والحلول نقدر نراجع تاني ونبني بيانات أكتر. في خطوات قامت بيها وزارة الصحة وإزاي نقلت التكنولوجيا واستفادت من البحث العلمي، وده من خلال ثلاث محاور أساسيين. في كثير من المحاور بس يعني أنا أحب أن أنا أشارككم في ثلاث محاور أساسيين. الصناعة، والصناعة هنا في الريادة في صناعة الأدوية وخاصة صناعة أدوية فيروس سي، وتوطين صناعة المنتجات البيولوجية زي الإنسولين زي كثير من الفاكسينز واللقاحات، وإزاي كمان إحنا بدأنا مشروع قومي إن شاء الله السنة الجاية زي دلوقتي نبدأ نحكي قصص فيه، هو مشروع تصنيع مشتقات البلازما. كمان التكنولوجيا الرقمية وإزاي إحنا بدأنا في التحول الرقمي واستجبنا لخطة الدولة للتحول الرقمي، وإزاي ما يكن كثير من المشروعات والخدمات والتعليم عن بعد والطب عن بعد. كمان الابتكار وإزاي شجعنا وسهلنا الابتكار في صناعة الدواء وبراءات الاختراع اللي بدأنا نستفيد منها، ومن هذه البراءات زويل، جامعة زويل ومدينة زويل اللي بنشتغل معاها دلوقتي، وعرضنا البروجكت بتاعها على الاي ار بي عندنا في وزارة الصحة لجنة اخلاقيات البحث العلمي وتم التوافق عليه، وبنشتغل معانا في المعامل المركزية لوزارة الصحة علشان نطلع منتج ان شاء الله يساعد كل دول العالم في المسح لفيروسين. ازاي بهذا النوع من التقدم والتحول التكنولوجي قدرنا نخفض أدوية فيروس سي والكورس العلاجي للثلاث شهور من 80 ألف دولار إلى 50 دولار تقريبا جوه مصر بالشركات المصرية ب21 شركة مصرية. وهنا أنا كنت امبارح بتكلم مع دكتور فرانسيس رئيس منظمة براءة الاختراع في الأمم المتحدة، إزاي إحنا براءات الاختراع للأدوية العالمية قدرنا بدعم من منظمة الصحة العالمية نفك هذا الحصار أو البيتنسي بتاعها علشان نتيح لبلدنا في 2014 برؤية ثاقبة وإرادة سياسية من سيادة الرئيس إن إحنا قدرنا نتيح إن إحنا نصنعه. النهاردة أقدر أقول إن إحنا
بدأنا خطوات جادة جداً وإنتاج الإنسولين والإريثروبيوتين لمرضى الكلى، بدأنا صناعة أدوية الأورام والهرمونات، خدنا اعتماد دولي من منظمة الصحة العالمية لإنتاج ومن FDA لإنتاج كثير من الأدوية عندنا في مصنع من المصانع المحترمة. وإزاي النهاردة بنشتغل مع كل الدول الأفريقية عشان نوحد إجراءات التسجيل بيننا وبين بعض علشان نتيح لكل الشعوب الأفريقية تبادل الأدوية اللي قدرنا نصنعها بثمن بسيط جداً. من ضمن الابتكارات اللي ساعدنا في الشهرين اللي فاتوا على تسجيلها في مصر هو علاج للملاريا، وده تم يعني الموافقة عليه من FDA في أمريكا وتم تسجيله في وزارة الصحة المصرية، وعندنا مصانع تقدر تنتج حوالي 3 طن يوميا ونتيح لكل الدول الأفريقية. بيجي المنتج دوت من مخلفات النباتات لأنه بيعتمد على الكلوروفيل، وبنقدر نرش بيه مساحات من المستنقعات والأماكن للتخلص من الملاريا ومقاومة البعوض. ده من ضمن المشروعات اللي التكنولوجي بتساعدنا فيها، واحنا دلوقتي في مجال تصنيع البلازما خطينا خطوات كبيرة جدا بدعم من منظمة الصحة العالمية، وبقى معانا وتم التعاقد مع أكبر خبير عالمي في تجميع البلازما، ودلوقتي بنراجع الرسومات وبنجهز 12 مركز لتجميع البلازما، وحنعمل حملة كبيرة علشان يجي لنا حوالي 36 ألف متبرع دائم لعشان ننتج لبلدنا على الأقل بداية من أول سنة 300 ألف لتر بلازما غير مشتقاته. طب إيه دور التحول أو التكنولوجيا في تطوير خدمات الصحية؟ إحنا هنعرض دلوقتي إزاي التحول الرقمي في وزارة الصحة خطوات جادة، وإزاي عملنا ما كان المشروعات وبنينا بيج ديتا وحللناها، وإزاي بنشتغل بالتشخيص والعلاج والتعلم عن بعد. كانت رؤية القيادة السياسية في 2017 هي قرار رئيس الجمهورية 89/2017 ببدء أو بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وصدر بعده قرار رئيس الوزراء في 2018، وكانت وزارة الصحة أول وزارة استجابت لتطبيق هذا القرار، وأنشأنا أول وحدة للتحول الرقمي في وزارة الصحة، وإنتاج هذه الوحدة أو اللي بيشتغل عليها مجموعة من الشباب المتعلم الخريج البرنامج الرئاسي، وهو اللي عمل معنا منظومة بداية منظومة التحول الرقمي مع كل الدولة في التأمين الصحي. التحول الرقمي، تكامل المعلومات والربط في تقديم الخدمات، وإزاي بنحللها، وإزاي بنتيح التواصل الفعال بين مقدمي الخدمة عشان نوصل لحلول ونعمل تخطيط صحي مبني على أدلة. طب ايه الاكزامبلز او الريال ستوريز اللي احنا اشتغلنا عليها والقصص الحقيقيه؟ انا بس خليني اقول ان معظم هذه القصص هي اتعملت ان هاوس، اتعملت في وزاره الصحه بالعاملين في وزاره الصحه، بشباب العاملين في وزاره الصحه، مجرد ان احنا اديناهم فرصه للابداع وابتكار حلول مختلفه. قدر واحد من الشباب عندنا يميكن 14 محافظه في جمهورية مصر العربية في 373 منفذ للألبان علشان يجينا الداشبورد اللي احنا شايفينها ديت. الداشبورد ديت بتورينا لحظياً السحب والإكسبايري بتاع الألبان، وبالتالي يبقى عندنا مخزون استراتيجي آمن. احنا النهاردة بهذا النوع من الحلول وبكثير من التداخلات قدرنا نزود الكفرج في مصر لأكثر من 3 شهور متوسط هذه الألبان. ما كانت المواليد والوفيات، وده تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وإزاي التكامل بين الوزارتين قدرنا أن احنا نميكن الوفيات والمواليد في 4571 مركز أو مكتب صحة في 27 محافظة، وإزاي ده تربط بقاعدة بيانات وزارة الداخلية. الأرقام اللي بتطلع يومياً أرقام مهمة جداً.
أرقام بتبين لنا كثير من القراءات عن الوفيات وأسبابها، عن الأعمار اللي بتتوفى، عن المواليد ونسبهم، وأكثر القرى أو المدن زيادة في المواليد، وطبيعة الأسر اللي عندها زيادة مواليد. طب بقى عندنا بيج ديتا، بقى عندنا بيج ديتا ممكن نعمل لها تحليل ونعمل منها دراسات اقتصاديات صحة، نقدر ناخد بها قرار يسهل لنا تطبيق أمثل للخطط الصحية. بقى عندنا بيج ديتا من مسح وعلاج فيروس سي، بقى عندنا بيج ديتا من مشروع التأمين الصحي، وعندنا من قوائم الانتظار والمواليد والوفيات والملف الطبي الإلكتروني. خلينا أقول إن مبادرة 100 مليون صحة الحقيقة فوائدها تعدت بكثير مجرد التشخيص والفحوصات والعلاج لجميع المواطنين في أكثر الأمراض اللي هي يعني بتسبب 84% من الوفاة، لكن تعدتها لأن إحنا بقى عندنا منظومة قاعدة بيانات مميكنة، 20,000 مدخل بيانات لحظيا واحنا بنتكلم دلوقتي شغال، مربوط على سيستم واحد مؤمن، وفي كل بيانات المواطنين مؤمنة. دوت نموذج للداشبورد اليومية أو اللحظية أو اللي دايما بتبقى موجود عندنا في غرفة العمليات لفيروس سي والأمراض غير السارية، وإزاي إحنا بناخد بيها مؤشرات نقدر نبني بيها سياسات صحية. دوت التكنولوجيا، دول مدخلين البيانات، ودول الكول سنتر بتاع فيروس سي والأمراض غير السارية، هي دي التكنولوجيا اللي بتساعد الدول. السوفت وير اللي اتعمل ده سوفت وير اتعمل إن هاوس بفرد شاب في الثلاثينات من العمر في وزارة الصحة، دكتور أيسم، مهندس أيسم، مهندس أيسم صلاح بالضبط. زارنا الرئيس القطاع الصحي في البنك الدولي من واشنطن، ولما شاف غرفة العمليات وشاف السوفت وير قال مين الشركة العالمية اللي عملته، فقدمنا له أيسم. الحقيقة أنا لما تقابلت امبارح مع دكتور فرانسيس قلت له إن إحنا بتوجيهات من سيادة الرئيس السوفت وير ده والانتليكشوال بروبرتس بتاعته والحق الملكية الفكرية، هو والحق الملكية الفكرية القوائم الانتظار، احنا هنسجلهم في الوايبو او في منظمة الحقوق الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، وبتوجيهات من القيادة السياسية وسيادة الرئيس هنتيحوا كأوبن سورس للدول الأفريقية ونشاركهم في هذا السوفت وير علشان نقدر نساعدهم. يعني لما نتشارك هذه النجاحات نقدر كلنا نفيد بعض، وكثير من الدول الأفريقية عندها كثير من الخبرات اللي ممكن نستفيد منها. منظومة قوائم الانتظار اتنقلت في المرحلة الثانية نقلة كبيرة، من أول ما كان الناس بتاخد القرار ما نعرفش هو اتعمل أو لأ قرار نفقة الدولة، لغاية ما بقينا نتيح للمريض ان هو يسجل ونخلي المستشفيات تسجل، لغاية ما بقى بيبرلس 100% في المرحلة الثانية، وازاي ربطناه بنفقة الدولة ودي المنظومة، وازاي المنظومة ديت فيها كثير من الحوكمة والتدقيق المالي والتدقيق في الجودة. ما هي كانت منظومة التأمين الصحي وبناء قواعد بيانات المنتفعين وربط وتيسير تقديم الخدمات تحقيق الاستدامة المالية، مش هتكلم فيها كتير قد ما هقول هي دي شكل المنظومة اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي، وان شاء الله مش هتكلم غير على نفسها، لكن ده الانترفيس على الكمبيوتر اللي بيسجل للأسر دلوقتي. شكرا جزيلا. خليني بس اخر حاجه يا عمرو يعني اقول فيها دور جميع الجهات من اول الوزارات المعنيه والمخابرات العامه والرقابه الاداريه معانا في منظومه التامين الصحي، لكن يبقى افريقيا
ويبقى ريادة ورئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي السنة دي نقطة انطلاق لينا جميعا. احنا بنخرج 300 او خرجنا 311 من الزمالة المصرية من اصل 10,000 مصري كلهم دول من افريقيا. لما من 4 أيام كنا في منظمة الصحة العالمية في جنيفا والتقينا بالدكتور تدرس، وبعد ما التقينا معاه احنا رحنا له بهدف واحد، ازاي بمنظمة الصحة العالمية وبرئاسة السيد الرئيس للاتحاد الأفريقي نقدر نساعد الدول الأفريقية ونتبادل خبرات معاه. ودي الكلمة اللي كتبها بعد مغادرتنا تماما. خليني أشاركه إن هو بيقول قد كده، إن بيثني على المجهود اللي اتعمل في مصر للقضاء على فيروس سي، وإنه يهمه جدا دول الاتحاد الأفريقي تاخد دروس من مصر في هذا المجال، وبيثني على دعم السيد رئيس الجمهورية لحملة 100 مليون صحة.